المباراة الماضية للنادي الأهلي مباراة المصري تألق رضا سليم بشكل ملفت للأنظار. وبالمناسبة حتى مباراة اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي اللي خسرها الأهلي كان هو أفضل اللاعبين تحديدا في الشوط الأول، قدر بسرعة ينسجم مع النادي الأهلي، قدر يخش بسرعة في منظومة النادي الأهلي وبقى واحد من اللاعبين المؤثرين جدا في تشكيلة النادي الأهلي. معايا عبر الهاتف الآن كابتن عادل السراج مدرب الجيش الملكي السابق ومدرب رضا سليم السابق. كابتن عادل مشرف ومنور، سعيد بتواجدك معايا. السلام عليكم، سعيد أيضا أنا بالتواجد ديالي معكم على قناة الأولى المصرية، ومرحبا بك كابتن كريم. أهلا بك. ومرحبا بمشاهدي القناة المصرية. منور الدنيا كابتن عادل، قول لي في رأيك هل كنت تتوقع تألق وانسجام سريع لرضا سليم في تشكيلة النادي الأهلي؟ وهو في الحقيقة يعني أنا كنعرف المؤهلات ديال رضا سليم بشكل كبير لأنني جاورته كمدرب مدة ديال 3 سنوات وقريب مني، لا داخل الملعب لا خارج الملعب، كنت على يعني على طول هذه الفترة في النصائح وكان قريب مني يعني، وأنا كنقول بحال الابن ديالي أنه إنسان أخلاق ديالو عالية، إنسان طيب، وداخل الملعب لعب كبير، عنده مؤهلات كبيرة. ويعني ملي جات طرا عليا يعني العرض ديال الاهلي، اول شيء قلت لي راك خصك تعرف فين غادي، لان نادي الاهلي نادي كبير كالنوادي اللي عندنا هنايا في المغرب، كالرجاء كالوداد كالجيش الملكي، نادي كبير فيه ضغط جماهيري كبير، فيه اعلام، نادي ديال البطولات، ماشي نادي اللي كيلعب على المراتب ديال البقاء، ولا نادي ديال البطولات. من اول يعني مقابله خصك تبين العلو الكعب ديالك، يعني تكلمت معاه، وهذه الميزه ديال رضا سليم بحال اللغه ديالنا حنا كنقولوا اللاعب ما كيخافش، لعاب ديال التحدي ديال الفرق الكبيره، ولعاب اللي عنده شخصيه قويه. وما تفاجئتش لانني كنعرف، لان تكلمت معاه قبل المقابله ديال السوبر اول مقابله، وتكلمت معاه حتى المقابله ديال من بعد الماتش، وعاود تكلمت معاه المقابله ديال هذه الجوله الاولى في يعني ضد المصري. ما متفاجئش كثير، والحمد لله ان شاء الله مازال يتطور. هذا ماشي المستوى اللي كنعرف على سليم، مازال ان شاء الله يعطي اكثر واكثر. طيب كابتن عادل، المباراه السوبر لعب في الناحيه اليمنى، وفي مباراه الدوري لعب في الناحيه اليسرى، هل يستطيع رضا سليم ان يتاقلم في الجانب الايسر بشكل مستمر ويستمر في هذا المركز؟ هو فعلا نقطة مهمة شرتي لها الكابتن، هو بيرتاح في الجهة اليمنى، ولكن أنا كمتتبع وكنشوف طبيعة الحال النادي الأهلي المصري كاين يعني في الجهة اليسرى كيلعب، الجهة اليمنى ديالو كان كيلعب برسيطاو هذاك المحترف، لأن برسيطاو يعني بالخبرة ديالو بالاسم ديالو لاعب كبير. رضا سليم الحاجة الإيجابية فيه يعني قلت لك كيرتاح في الجهه اليمنى، ولكن في الجهه اليسرى اللي عجبني فيه مزيان، لانه رضا سليم كيف كتعرفوا كيبتاز بالتسديدات، يعني الا مشى لعب في الجهه اليسرى غادي يكون يعني مستعد على الجهه الرجل اليمنى ديالو، التسديد، العرضيات، بزاف الاشياء. هذه نقطه مهمه خص ان شاء الله باذن الله، وانا كنتكلم معاه، هذا التحول مزيان في المسيره ديال رضا سليم. الا لعب في الجهه اليسرى يعني في الثنائيات غيكون ملي يمسك الكرة غيكون ديجا على الرجل اليمنى ديالو، والرجل اليمنى هي القوية عنده، يقدر يسدد. وانتم شفتوا حتى يعني التوغلات ديالو، سيرتو ملي لعب الجهة اليسرى المقابلة الأولى، كيف كيتوغل، كيف سدد وسجل الهدف، كيف دار التمريرات. أيضا المقابلة الأولى ضد في السوبر واحد العملية تمات، وكان هو يعني في الجهة اليسرى وسدد على المراوغ، مالوريزمون يعني لسوء الحظ ديالو الحارس كان في المكان المناسب. ماشي مشكل، علاش قلت انا عنده مؤهلات كبيره رضا، رغم ان السن ديالو صغير، الى اللاعب كنقولوا حنا ذكي جدا ويقدر يتاقلم. حنايا اللي رجعنا غير شويه لورا، رضا سليم راه في البدايات ديالو يعني ملي لعب في القسم، لعب الفريق الاول فريق الجيش الملكي مقابله يعني في البطوله، لعب كظهير ايمن ولعب دار مقابله كبيره. رضا سليم ملي كيكون عندك لاعب ذكي، لحظه واحده كابتن عادل، حضرتك بتقول لي ان هو كمان ممكن يلعب كظهير ايمن؟ لا مش ممكن، لا لا يعني قلت لك متعدد الادوار. اول يعني الصعود ديالو كنحتاجوا مدرب اول مره كيصعد، ملي كتقول بان لاعب كيصعد يعني ما عندوش باش يختار. معايا كابتن ولا لا؟ يعني احتاجك المدرب في واحد الموقع معين، وانت لاعب صغير السن وبدايات ديالك، ما غتقولش لي ما كنتقنش الدور.
يعني غادي تحاول تقن الدور ديالك. يعني هو كي قلت لك متعبي، ولكن هو كيبقى جناح من طينه اللاعبين الكبار، ومازال عنده هامش تطور كبير. هاي طيب يلعب على الجهة. انت قلت لي يا كابتن عادل ان انتوا بتتواصلوا مع بعض، قال لك ايه عن الاجواء في النادي الاهلي والاجواء في مصر؟ هل هو منسجم؟ هل هو مرتاح؟ هل هو سعيد؟ انا احنا ما محتاجينش، كنعرفوا النادي الاهلي، وحنايا يعني في الجيش الملكي يعني في النسخه الماضيه ديال الكاف لعبنا بيراميدز، لعبنا فيوتشر، كنعرفوا الاجواء يعني تقريبا بحال الاجواء في المغرب. فريق كبير، ملي كتمشي لفريق كبير عنده يعني تاريخ، ماشي انت اللي غتجي تصنع غتصنع ليه هو اللقب، راه انت اللي غتصنع الاسم ديالك معاه. انت اللي خصك يعني تكون الهامش ديالك ديال التاقلم يكون بشكل سريع. وحنا كنعرفوا في يعني في كره القدم كاينين لاعبين كبار، ولكن هذه المشكله ديال التاقلم خلقت لهم مشاكل كثيره، وما برهنوش على المؤهلات ديالهم في السنوات كبار. الحمد لله رضا سليم بعدا كيف كتقولوا نتوما بالمصريه دمه خفيف، انا ما عرفتش، المهم انسان كي محبوب مقبول، انسان اللي يعني ساهل باش يعني تقبلوا وباش تجيبوا تحكم معاك. انا مع هذا المشكل ديال التاقلم ما عنديش، ما عارف ان رضا يقدر يتاقلم. اللي كيبقى هو في الملعب خصو يزيد يعطي ويبقى المستوى ديالو ثابت، لان الفريق لان فيه في 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 كاين اللاعبين اللي كبار، كاين اللاعبين اللي صنعوا القاب، لا هضرنا على الشحات، لا هضرنا على بيرسيتا، ولا هضرنا على كهرباء، لا هضرنا، كاين اللاعبين اللي يعني خاصك تبقى المستوى ديالك ثابت باش تضمن الرسميه ديالك، وان شاء الله هادشي اللي كنتكلم معاه فيه. بالنسبه للتاقلم اللاعبين الكبار كيتاقلموا داخل الميدان. صحيح. كابتن عادل سراج مدرب الجيش الملكي السابق ومدرب رضا سليم السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.